عندكم الوان مختلفه في احدى المقامات العراقيه في القتا في البستان البستان. احنا عندنا في العراق ثلاث انواع من الغناء المقامات العراقيه. نعم. وهذا اللون في حضرتك يشهر. نعم. الاغنيه العراقيه او البستان هي مترجمه للمقام العراقي واكو غناء ايضا الغناء الحديث وقد برز قسم كبير من الشباب وساروا على هذا الطريق. أنا حسين إسماعيل الأعظمي، لقبت بالأعظمي نسبة إلى مدينة الأعظمية من بغداد. أنا نشأت في هذه المنطقة من عائلة تمارس هذه الأداءات بما تسمى بالمقامات، المقامات العراقية، أتمارسها أبا عن جد دون احتراف. لم يحترف هذا العمل أي واحد من أهلي غير أني. أنا الوحيد اللي رحت إلى المتحف البغدادي، سمعت أن هناك مقهى للمتحف البغدادي، والمهم وصلت إلى المسرح يوم 23/3/1973، وفي ذلك اليوم تقرر مصير حياتي. المقام العراقي هو رواية العراقيين، هو رواية العراقيين، أن يعبر عن كل تاريخ بغداد وعن كل تاريخ العراق. المقام ما عندي غيره هو الملاذ، يعني أكثر من غيره. أنا أسمع كل موسيقات العالم، يعني أنا متعود وعندي تسجيلات كثيرة، أسمع كل شيء أسمع، ولكن يبقى هو المقام العراقي هو الملاذ الأقوى. عندما أستمع إليه أو عندما أغنيه فأنا أعترف أصبح في أضعف ما يكون، وقد يكون لا أستطيع الاستمرار في الاستماع، وربما لا أستطيع الاستمرار في الغناء، خاصة إذا كنت لوحدي. سيسيطر علي سيطرة مطلقة يضعفني تماما.
يتحدث الى الصوت بلا الاله هذه نسميها الميكروفون. قطع الانطلاق بكل انطلاق. المقام العراقي هو أسلوب غنائي وموسيقي خاص بالعراق، توارثه العراقيون منذ زمن بعيد، وأضافوا إليه ما استحسنوه من أنغام بعض الشعوب الشرقية التي وفدت إليهم أيام العصر العباسي. فكانت بغداد ملتقى المغنين والموسيقيين، وكانت هناك حركة موسيقية عظيمة في بغداد، فاستفاد منها المغني والموسيقي العراقي، فأخذ بعض الأنغام الشرقية وأدخلها في بوتقة الأنغام العراقية، وتركز هذا الغناء في المدن وبالأخص مدينة بغداد، إضافة إلى وجوده في بعض المدن الكردية وفي الموصل وكركوك وديالة وحتى في مدينة البصرة. المقام العراقي في القرون الأخيرة، يعني تقريبا القرن 18، 19 إلى 20، يكاد يكون بهذه القرون الأخيرة هو تبلور وأصبح فورم، أصبح يعني إلى بداية واضحة، إلى وسط واضح، إلى نهاية واضحة، يعني فورم تراثي، وتكون خلال هل التبلور يعني والتطور عبر الزمن وعبر المراحل الثقافية إلى أن يصبح ذو عناصر خمسة. تكون أي مقام على حدة، يعني هناك خمسة عناصر يجب أن تتواجد في أي مقام يغنى. العناصر الخمسة اللي متواجدة في كل مقام على حدة: التحرير، ونعني به الاستهلال، وهو ألفاظ خارجة عن النص الشعري. القطع والأوصال، يعني شو نقول، قطعة موسيقية، وصلة موسيقية، انتقالات من سلم إلى سلم داخل المقام المغنى، والرجوع إلى الميلودي، إلى السلم الأصلي المغنى دائما. هذه القطع والأوصال العنصر الثاني. العنصر الثالث هو الجلسة. الجلسة من لغتها يعني الهبوط، الجلسة النزول إلى القرار. الجلسة هنا أصبحت بمثابة فعل، تحتاج إلى رد فعل، والرد فعل هو العنصر الرابع اللي اسمه الميانة، اللي هو الجوابات. فهذا العنصر الرابع إلى العنصر الخامس، وهو التسليم، نهاية المقام يسلم، أيضا يسلم بألفاظ خارجة عن النص الشعري. المقاهي البغدادية كانت تعتبر مدارس أدائية لهذا الفن، حيث كانت كل مقهى يقرأ فيها قارئ مقام مختص في هذا المقهى، وكان المحبين والمريدين يأتون إلى هذا المقهى ليسمعوا رشيد القندرتي مثلا في مقهى الشابندر، ونجم الشيخ ليسمعوا في مقهى البلدية أو المصبغة، وحج عباس الشيخ لي في فلان مقهى، وأحمد زيدان في فلان مقهى. فكل أستاذ
يطلعون من هذه المقاهي تلاميذ ومريدين يقلدوه ويضبطون صياغته في المقام، فكثرة قراء المقام نتيجة المقاهي البغدادية يعني كانت تعتبر مثل المدارس الموسيقية. الوسائل الاتصال كانت بين الإنسان والمحيط مالته هي المقهى، فكان الناس اللي ترتاد المقاهي، والمقاهي محدودة ببغداد وبالموصل وبالبصرة، يعني كانت مقهى واحدة بها راديو يجتمعون من خلالها، فالمقهى كانت المتنفس. أيضا بعض المقاهي بال 1910 1920 كانت تسوي حفلات لقراء المقام، قهوة سبع، قهوة عزاوي، قهوة الشاط، المقاهي المعروفة اللي في بغداد كانت تسوي شالغي، حتى قهوة جدي كانت بالعظمية كان يقرأ بيها بعض قراء المقام ويجون يسوون حفلات بالسبوع مرة واحدة. أما والبيت أما والبيت والسبع المتاني أما والبيت والسبع المتاني لقد حكم الغرام على جناني وفي برج الجمال وفي برج الجمال من الحسان لنا قمر سماوي المعاني. بدأت بالاستماع إلى المقام العراقي بعد أن كنت هاوياً ومولعا بالشعر العربي الفصيح، حيث كنت في مرحلة الإعدادية أستمع إلى قصائد عنترة وأبو فراس الحمداني والمتنبي وكنت ألقيها، فكانت تأخذني الحماسة، ومن هذا الباب لجأت إلى المقام العراقي وانجذبت إليه من حبي للشعر الحماسي والشعر البطولي، فوجدت في المقام الفروسية والشجاعة والرجولة، وبدأت أستمع إلى التساجيل وأقارن بالطرق الأدائية إلى أن أتممت المقامات جميعها وهي 56 مقام. حامد السعدي هذا رجل أيضا عصامي ورجل حافظ على كلاسيكية المقام وحافظ على أسلوب المقام القديم كيف يؤدى، وهذه تسجل إليه.
وسجل جميع المقامات العراقية بدون استثناء للإذاعة أو للتلفزيون، وأصبحت هذه ثروة خالدة للموسيقى العراقية. وصاحب صوت مساحة واسعة، صوته أداء جميل، قفلاته جميلة، تسليمه جيد، تحريره جيد، وممتاز جدا. المقام العراقي عندي هو فن من الفنون المقدسة، غناء لا يشبه أي غناء معين، وإنما هي تراتيل صوفية يؤديها البارع من القراء، وفيها تجلي وفيها عشق وفيها حكمة، فتراها مرة تناجي الإله، تراها مرة غزل مع المحبوب، تراها مرة حكمة. فلذلك المقام واسع من جميع الأبواب، ولا يأخذ شيء إلا وذاك الشيء يعني يداريه أو يحاكيه من ناحية تأثير النفس. التراث لا ينشأ ولا يموت من خلال الأفراد، لأنه وليد الجماعة، ابن مجتمع، ابن شعب. الشعب كله هو المؤلف، هو الملحن، هو المؤدي، الشعب. فالفرد اليوم أنا هنا باكر مهنة، ثانيا أنا الفرد مش قد ما أكون أنا نعطي عطاء، هو أنا فرد، هناك كثير من أقراني هم عدم أيضا. فإذا احنا كلنا مجتمعين ضمن تيار واحد، وهو مثلا نقول عليه مثلا المدرسة البغدادية في الغناء. بغداد طبعا، مدينة بغداد كانت فيها كل شيء هو من المقام العراقي. المؤذن يؤذن بنغم المقام العراقي، والممجد الذي يمجد قبل الأذان يغني أنغاما من المقام العراقي، الذي عنده مولد فرح يعملون له منقبة نبوية فيها المقام العراقي، وإذا عمل له ذكر أيضا المقامات العراقية لها نصيب وافر منها، وكذلك المجالس الدنيوية للحفلات موجودة، كان المقام يغنى على شكل فصول يعني تؤدى في تلك الحفلة. فكان الجو البغدادي كل مقام عراقي، يعني هو المسلي والمؤنس للبغداديين.
اشهد ان لا التصوف والاناشيد والمدائح الصوفية حافظت على هذا الموروث، على هذا النمط من الغناء عبر الأجيال. ففي مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي المنقبة النبوية يبدأ يقرأ مقام، وهناك ما يسمى بالفصول، فهذه فيها فروع وقطع وأوصال من المقامات فحفظها الناس. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مفردة القارئ أطلقت على مغني المقام العراقي حتى الدنيوي، يعني لأن المقامات حوفظ عليها من قبل الشعائر الدينية، فأطلق هنا على يعني مؤدي المقام حتى الدنيوي أطلق عليه قارئ، لأنه هي بالأساس هذه حافظت لنا عليها الشعائر الدينية، يعني أداءات دينية بالحقيقة. تظهر الأنغام الموسيقية واضحة جلية في العديد من الطقوس الدينية، مثل الأذان نسمع بنغم، ترتيل القرآن، التمجيد ونقصد به قبل صلاة الفجر، قبل الجمعة يقرأ قارئ قرآن أو تواشيح دينية يسمى التمجيد، هذا في العراق يمجد الباري عز وجل، هكذا المصطلح، أو استقبال أو توديع شهر رمضان. أتذكر أني في توديع شهر رمضان كنا أنا من الناس هذه القضية، يعني أن في المسجد نقول فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام، في توديع رمضان على سبيل المثال. أيضا تكبيرات صلاة العيد، يمتاز أهل بغداد على وجه الخصوص في العراق بصورة عامة بتكبيرات العيد على نغمة أو مقام من الجهرقاء الماهوري أو الخلوتي، هاي المقام أسماء النغمات. فعندما يقرأ القارئ مثلا أعوذ من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، طبعا هذه القراءة قبل صلاة العيد يعني الساعة الأخيرة قبل صلاة العيد، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، بعدين يمهد إلى تكبيرات العيد، خلق الإنسان علمه البيان، فالمسجد كله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قربي حمامة
المقام العراقي ولد من جديد في القرن العشرين وأصبح أكثر دنيوية من السابق بالتأكيد، وأصبحت القصائد والمغنات في هذه المقامات في مختلف الأغراض وفي مختلف أنواع الشعر، بها خمري، بها غزلي، بها غرام، بها كذا، كل شيء استخدمت في هذه المقامات. والله هم أجيال المقام العراقي، البعض من عندهم استمعنا إلى أصواتهم، البعض الآخر ما استمعنا إلى أصواتهم. الجيل اللي وصلتنا معلومات عنهم يعني بالمصادر والكتب والمخطوطات هو رحمة الله شلتاغ وأحمد الزيدان وعلي زبار وغيرهم من القراء المقام الأوائل اللي في مدينة كركوك ومدينة الموصل وبغداد. والجيل الثاني اللي بعدهم هو جيل رشيد قندرتشي، والجيل الآخر هو جيل محمد القبنشي اللي بدأ ظهوره بالعشرينات، بالخمسة وعشرين تقريبا ظهر محمد القبنشي مجدد لهذا الفن، وظهروا تلاميذ من عنده من بعد هذا الفارس الكبير للقراء أو المدرسة الكبيرة، من ضمنهم الفنان الراحل يوسف عمر وناظم الغزالي. ناظم الغزالي يؤدي أداء فنيا لم يؤديه أي مطرب عربي في القرن العشرين من هذه الناحية، من الناحية الأدائية الفنية ناظم الغزالي لا يضاهى. ولهذا السبب هذا التعبير الفني واختياراته الجميلة للقصائد جعلت من ناظم الغزالي أن يغزو الذوق العربي بزمن قياسي يفوق التصورات. ناظم الغزالي أولا امتاز بصوته المتكامل، امتاز باختياره للشعر الفصيح لخاطب الوجدان العربي، ولهذا تخطى ناظم الغزالي حدود المحلية إلى العربية. يعني لاحظ مفرداته، يم العيون السود ما جوزا أنا خدك الجيمر أنا تريق منه، أو مثلا طالعة من بيت أبوها رايحة لبيت الجيران، هذه كلها مفردات واضحة ومفهومة، إضافة إلى كلها الألحان الجديدة اللي قدمها. غيرتني غيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها غيرت بما هو عار. ناظم الغزالي اقتطف من هذا المقام المقتطفات الجميلة، غناء البستة اللي هي الأغنية الشعبية الجميلة التي يختتم بها غناء أي مقام، وأخذ بعض المواويل ذات الكلمات الجميلة والألحان الجميلة واللي طبعا صوته الجميل أضفى عليها جمال أكثر. حببت الناس بناظم الغزالي، وبالتالي حببت الناس أيضا اللي هم خارج العراق، العرب أقصد، نحن كمستمعين خارج العراق، حببت إلينا هذا الغناء العراقي الجميل اللي هو أصله غناء المقام. ميحانة 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 وغابت شمس للحلو مجانا، وغابت شمس للحلو مجانا، حيك حيك نور ميت الرحمن الغيت كذول العذبوني كذول الشعب العراقي محب للفن ومحب للفنون، والبيئة العراقية بيئة جميلة، ضفاف دجلة والفرات وما بين النهرين، وهذه الحضارة العظيمة التي نشأت الحقيقة
هيئت لكل الفنون في العراق الاستمرارية والانتقال من عصر إلى عصر بقوة أن تخترق العصور. يعني المقام العراقي حقيقة هو غناء اخترق العصور ووصل إلينا بقوته الدافعة، بقوة الذاتية، قوة ذاتية تشكلت من الكلمة واللحن الجميل والأداء الجميل في بيئة حاضنة هي بيئة العراق، واللي هي بيئة يعني اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وجماليا كبيئة طبيعية أيضا فيها كل العناصر التي دعمت بقاء هذا المقام. أنا كنت أبحث عن الشيء الأصيل، الشيء الصعب، الشيء اللي ممكن يميزني. بالنسبة للمقام كان شيء آخر، يعني خلينا نقول أنا سميتها في حينها يعني سميتها تحدي لهذه الفكرة الخاطئة اللي كانوا يقولون إنه المرأة لا تستطيع أن تؤدي المقام. بدايتي كانت هي يعني رحلتي بدأت مع المقام العراقي منذ عام 85، وكانت معها هي الشهرة في المقام وكذلك الدراسة للمقام، في حينها بعد إنهاء مرحلة الدراسة المتوسطة دخلت إلى معهد دراسات النغمية آنذاك. أول مهرجان شاركت به مهرجان يوم الفن عام 85، في هذا المهرجان قدمت أول مقام، مقام الأورفا على مسرح الرشيد، على قاعة مسرح الرشيد، وكانت فد مفاجئة للجمهور العراقي آنذاك إنه امرأة
تقدم المقام العراقي وبصوت نسائي يعني، ونجحت التجربة وأخذت صدى واسع في العراق، ومن ذلك الحين لقبت بأم المقام العراقي. لكن هي طبعا كانت بداية، أنا كنت أدرس وطالبة في المرحلة الأولى في المعهد. لديها موهبة كبيرة في الإبداع والابتكار من خلال مقامات، يعني مرات تضيف حركات. احنا كموسيقيين من يمنا أثناء البروفات يعني من شدة إعجابنا تشوف كل الموسيقيين الله، لأنه تعمل حركات يمكن أعتقد حركات مبتكرة من عندها، إضافة لأنه فريدة تمتلك مساحة صوتية واسعة تمتد إلى أوكتافين تقريبا. فريدة تميزت بشيئين بخصوص المقام العراقي. أولا هي درست المقام، درست أكثر من 40 مقام على يد أستاذها حسين العظمي، وأدت لحد لوقتنا الحاضر ما يقارب 22 مقام، وهاي ماكو صوت نسائي، وفي حتى أصوات رجالية ما وصلوا أنه يؤدون تقريبا يعني هذا العدد من المقامات. والشيء الثاني اللي تميزت به فريدة أنه مثل ما قلت لك أنه تعتبر أول امرأة درست المقام بطريقة أكاديمية، ثم درست المقام لطلبتها كأستاذة معيدة في معهد الدراسات النغمية. هالليلة حلوة حلوة وجميلة، هالليلة حلوة حلوة وجميلة، فن المقام العراقي. كثير من البلدان العالمية عرفت فن المقام العراقي من خلال فريدة، من خلال الحفلات، وهذه تسجل لها بالتاريخ، يعني تسجل الفنانة فريدة محمد علي تسجل لها أن هي سيدة المقام العراقي، مثل ما الحسين العظمي سفير المقام العراقي، ومثل ما حامد السعدي أحد سفراء هذا الفن الأصيل. في كل مقام هو يذكرني في حالة معينة في بغداد، يعني منذ طفولتي إلى أن وصلت إلى مرحلة المراهقة، إلى أن وصلت إلى مرحلة يعني الوسط الفني، ودخلت كيف بالوسط الفني وشون اختلطت بالأساتذة، وإلى دخولي إلى معهد الدراسات وكيف كملت ودرست في نفس المعهد.
وكيف كنا نتجول في مثلا يعني في شوارعنا ببغداد، يعني كل مقام يذكرني في زقاق معين من بغداد، فشعوري أني متواصل. عندما تقرأ بالمقام وتسمع الناس المقام أو النغم العراقي، يستذكر الناس دجلة والفرات وبغداد الحبيبة وموصل الحبيبة والبصر الحبيبة وكل مناطق والمحافظات في العراق، لأنه فيها ألوان. يعني النغم العراقي يتنوع، يعني تقرأ المقام العراقي كل منطقة في روح مختلفة وجمالية مختلفة، لذلك يطلب من عندنا هذا المقام وهذا النغم على المسرح، وترى الشجون والأثر واضح بكل الحاضرين. عندما أستمع للمقام العراقي بالتأكيد يعني يهجون الحنين إلى يعني أيام طفولتي عشناها في بغداد يعني وفي المدن العراقية، كون كما ذكرت يعني المقام العراقي هو خصوصية للمواطن العراقي يستمع إليه ويفتخر فيه، كون غناء لا يغنى فقط بالعراق. طريقة أداء المقام أو الطربية في المقام العراقي دائما تعطي الحنين للمستمع العراقي وتربطه بذكريات أكيد في شوارع ودهاليز وبيوت بغداد القديمة. أنا صاحب تجربة أكثر من 42 عام صار لي أتجول في العالم، وأعرف يعني قيمة الهوية وقيمة الخصوصية وقيمة الوطنية أيضا يعني والمحلية، فأنت كل ما تكون محلي قوي فأنت تكون عالمي قوي، ممكن أن تصبح عالميا قوي لأنه الانطلاق من الجذر هو صحيح. ستون عاما
لست تدري بأي الأرض ترتحل. أنا في اعتقادي ليس هناك توجه صحيح لتدريس المقام، لتلقين المقام، لأنه المقام لا يدون كما ذكرت، فهو يعتمد على التلقين وعلى الانتقال من جيل إلى جيل. إذا لم ينتم هذا الانتقال بعدد وبمثد يعني بأسلوب بحثي صحيح، سوف يندثر المقام بالتأكيد. وبدليل أنه أنا في آخر 20 عاما لم أسمع أي شاب أو أي موهبة عراقية صغيرة تقرأ المقام بشكله صحيح، يعني حسين العظمي وفريدة الله يعطيهم العمر، بس من هو يعني أصغر عمرا من حسين العظمي أنا لم أستمع، فهذا طبعا يعني مهدد تأكيد. هذا الفن المقام العراقي هو هوية العراق الموسيقية والغنائية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في كل فن، فلذلك وجب على من له السلطة أن يرعى هذا الفن ويعتني به ويسجل ويوثق لكي لا يندثر ويبقى مرجع لكل المغنين والموسيقيين والملحنين. يقولون أن حضارة الشعوب تعرف بموسيقاها، وكلما ازدهرت الحضارة ونمت أيضا هذا الفن نما، وهذا حال المقام العراقي. كلما ازدهر العراق وهدأ العراق واستقر العراق تبدأ تخرج الأصوات الجميلة والإبداع في العراق، واللاد في كل المجالات، واللاد بالفن، بالأدب، بالثقافة، بالعلوم، بالرياضة، ومنها يبقى إن شاء الله علم المقام أيضاً.